السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر أهلنا وأصدقائنا وإخواننا في فلسطين الحبيبة. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. عاوز أتكلم في موضوع ربما يهم بعض الأصدقاء النحالين في البلدان العربية، وهو عن بعض الأمور أو الأخطاء اللي لابد إن النحال يبتعد عنها أثناء فترة تجييش النحل أو تجهيز النحل لفترة الربيع اللي احنا إن شاء الله على اقتراب منها. نتمنى من الأصدقاء اللي بيتابع معانا يستمع للحديث او للفيديو حتى النهاية، لانها امور متصلة ببعضها. الامر الاخر، نتمنى ان الاصدقاء الجدد اللي اول مرة يتابع معانا يشترك في القناة لعل اي فيديو يتم نشره يوصل له اشعار او يوصل له تنبيه بان احنا نشرنا اشعار او رد على الاسئلة او اي نصائح عامة. طيب، نتوكل على بركة الله. اولا الله يبارك في الجميع. في بعض الأمور بس لابد الإشارة ليها إن هي تكون متوفرة عند الأخ النحال على أساس إن هو يبتدي يجهز أو يقوم بتجييش النحل أو في نفس الوقت تحفيز الملكات. أولا، درجة الحرارة تكون عند الأخ النحال معتدلة، يكون الأخ النحال عنده خلايا، مش هقولك خلايا قوية لا، ولكن خلايا على الأقل تبدأ مثلا من 3 براويز، 4 براويز، 5 براويز. تمام، ما ينفعش اخ نحال يقول انا عندي خليه برواز واحد. تمام، اولا دي الخليه ديت مش هتكون اسمها خليه، هي اسمها نويه تلقيح. فبرواز واحد او بروازين هتلاقي تعب معاها، انا اكلمك بصدق. فاصبح انك انت بدايتك من 3 براويز الى اعلى من ذلك، تقدر انك انت تجيشها، تقدر انك انت تقوم بتحفيز الملكات وتجهز الخلايا دي. تمام، امر برضو يبد الاشارة ليه يكون عندك ملكة عندها القدرة للعطاء بمعنى اصح او للتطور، على اساس لما تيجي تجيش الخلية دي الملكة تتقدم معاك. تمام، ديت اساسيات لابد تكون متاحة سواء عندي او عند اللي بيستمع ليا. تمام، طيب دلوقتي الامور ديت نقدر نقول متاحة عند بعض الاصدقاء اللي بيستمعوا لنا، ايا يكن بلدك ايه او المنطقة ايه. الاخ النحال بيبدأ بتحفيز الخلايا وتجييش الخلايا بكميات قليلة من المحلول السكري او من التغذية السكرية. تمام، اصبح ان العجينة السكرية خلاص ما ينفعش ان احنا نقدمها من اجل التجييش. فان احد يقول لي انا بقدم عجائن سكرية من اجل تحفيز الخلايا وتجييش النحل، ده يعتبر اول خطأ ان النحال ربما يشتغل عليه، لان زي ما احنا اتفقنا في بداية الحديث درجة حرارة معتدلة، يعني 20 درجة، 22 درجة، 25 درجة، اقدر ان انا اطور الخلايا واجيش النحل وبالتالي ابتدي استخدم محلول سكري. تركيز 1 سكر 1 مية. تمام، طب لو احد بيستمع لي قال لي انا عندي لوزيات او بعض الازهار النحل هيجيب منها رحيق طبيعي، ينفع اجيش النحل على الرحيق الطبيعي ده؟ ينفع، بس هل انت عندك احتياج النحل؟ ما هو ده السؤال اللي تم طرحه، هل عندك احتياج النحل من الرحيق اللي هيجيبه يكفي اليرقات؟ لو عندك يكفي اليرقات وبناء الشمع اللي النحل ربما يكون محتاجه في عملية التوسع، يبقى ما تقدمش تغذية. تمام، طيب اخ اخر هيقول لي انا هجيش النحل عندي في الخلية 3 براويز عسل، ينفع اجيش النحل
ببراويز العسل اللي موجودة داخل الخلية؟ لا، أنا بكلمك بالصدق. لا، النحل عشان تجيشه محتاج الوارد، خلي بالك من المقولة دي، الوارد، سواء حبوب لقاح جاية من الخارج أو سواء رحيق جاي من الخارج، أو تقدم أنت البديل اللي هو المحلول السكري ويعتبر أنت مقدمه داخل الخلية. إنما عسل متواجد داخل البرواز وأنت هتعتمد عليه من أجل التجييش، تجييش النحل أو تحفيز الملكات، يبقى دوت خطأ آخر. أتمنى ما تقعش في الأخطاء اللي أنا أتحدث فيها دي. تمام. طيب، ابتديت أقدم كميات بسيطة من التغذية. النحل نقدر نقول ما شاء الله خلية على 5 براويز، خلينا نقول خلية وسط متواجدة عند الأخ المبتدئ ومتواجدة برضو عند الأخ المحترف، عند البعض مننا. مش هقول لك خلية 10 براويز، لا، خلية 5 براويز. أول برواز مضغوط بالكثافة النحلية لحد البرواز رقم 5، يعني ال5 براويز مضغوطين بالكثافة النحلية والنحل في نشاط وتوسع، ونقدر نقول في 3 براويز حضنة أو على الأقل بروازين حضنة مغلقة. الخلية ديت لما تكون محتاجة برواز، هل أضيف البرواز ولا ما أضيف ولا ما أضيفش البرواز؟ لا، ضيف البرواز لأن في نشاط. تمام. والأجواء اللي احنا اتحدثنا عليها في بداية الفيديو متاحة عندي، وأنا بأحفز النحل وأجيشه، يبقى أضيف البرواز رقم 6. تمام. طب يفضل برواز أساس ولا برواز مبني جاهز؟ يفضل البرواز اللي يكون متاح عند الأخ النحال أو الأخت اللي بتستمع لينا. متاح عندك برواز مبني جاهز من أيام الخريف، حط البرواز، توكل على الله. ما انتش متاح، نزل برواز فيه شمعة أساس للخلية، ولكن في الحالة ديت يكون البرواز رقم البرواز الأساس يكون رقم 2، ما بين العسل وما بين البرواز اللي هيكون حضنه. في واحد ممكن يقول لي أنا بحب أو بفضل أضع برواز الأساس ما بين بروازين الحضنة، أقول له نصيحة مني، ما تفصلش الحضنة ببرواز أساس، ممكن تفصل الحضنة ببرواز مبني، مفيش مشكلة. ليه؟ لأن النحل هيقوم بعملية تعقيم العيون السداسية في البرواز اللي انت ضفته، ومن ثم تضع الملكة البيض. فانت لو وضعت برواز مبني والنحل محتاجه رقم 3 او رقم 4، مفيش مشكلة، المشكلة في الأساس. تمام. الأساس يفضل يكون رقم 2 ما بين العسل وما بين الحضنة. طيب، أثناء عملية التجييش فيه البعض بينزل لي الخلايا اللي تكون محتاجة براويز، ينزل لها كادر أو برواز خشب فقط، وبيخلي الخلية تقوم بعملية بناء شمع حر. هل ده خطأ ولا ده مش خطأ؟ والابتعاد عنه أفضل ولا نترك النحل يقوم بعملية بناء الأساس، بناء الشمع الحر أفضل؟ والله أنا أتكلم من وجهة نظري واللي أنا شفته في تربية النحل. لو عندك النشاط الممتاز، تمام، النحل هيبني الكادر الخشب شمع حر، نقدر نقول مثلا في حدود أسبوع أو ربما يزيد عن الأسبوع. تمام، لأنه بيبني شمع حر. تمام. إنما الأساس الشمعي لو أنت نزلته للخلية، النحل ممكن يستغرق في عملية البناء 24 ساعة أو 48 ساعة. أصبح إن أنا وفرت وقت. دي رقم 1. رقم 2، لاحظ إن ممكن النحل لما يجي يبني لك شمع حر، الشمع الحر الله يبارك في الجميع، عشان بس يكون الأخ اللي بيتابع معانا فاهم الحديث بيقول إيه، اللي هو الشمع الطبيعي اللي النحل بيبنيه بدون إضافة أي أساس. تمام. طيب، الشمع الحر أو الشمع الطبيعي اللي النحل بناه في الكادر اللي النحال نزله، احتمال بنسبة تصل إلى 80 أو 90% يكون
أغلبية العيون السداسية واسعة، أصبح إن الملكة هتضع فيها بيض ينتج عنه حضنة ذكور. طب ده عطلني، نعم عطلني، عطلني بدل ما يكون الكادر أو البرواز يمتلئ بحضنة الشغالات هيكون حضنة ذكور، مش هستفيد منه. تمام، ولذلك احنا قلنا يفضل ان الاخ النحال ينزل اساس شمعي او ينزل برواز مبني لو متاح، ونبتعد عن بعض الاخطاء اللي احنا بنتحدث عليها دي، لان الاخطاء دي سواء ممكن تسبب لي مشاكل او ممكن تعطل عملية التطور واستغلال الاجواء المتاحة، مثلا من درجات حرارة معتدلة او من مرعى ممتاز. امر اخر لابد الاشارة ليه، خطأ ولابد النحال يبتعد عنه، الخلية لو محتاجة برواز اضيف برواز واحد فقط. في البعض يقول لك انا هضيف بروازين، اضيف 3 براويز، لا ما تعطيش توسع، افهم المقولة دي جيد لان دي هي الاساس كله، ما تعطيش للخلية براويز ازيد من الاحتياج لانه هيكون ضرر فيما بعد. اوضح بصورة افضل، لو ادى منخفض جو لا قدر الله وانت ضايف بروازين سواء مبنيين او براويز اساس او ايا يكن نوع البراويز، ايه اللي هيحدث؟ اللي هيحدث لو جه منخفض جوي او تقلبات جوية، النحل نقدر نقول هينكمش او هيقوم بعملية التدفئة في جزء معين من الخلية، وهيترك براويز ربما يكون فيها حضنة او ربما يكون في البراويز دي بيض. تمام، وبالتالي مش هيخدم على البراويز دي. الامر الاخر، في قادم الايام يعني بعد شهر او شهر ونص، هنلاحظ بعض الاصدقاء بيعاني من مشاكل في امراض الحضنة، ولما هنيجي نسأله بعض الاسئلة هنلاقي ان الاخ النحال كان بيضيف براويز ازيد من اللازم، والحضنة المغلقة ما كانتش بتاخد حقها في عملية التدفئة، نتج عن الشيء دوت امراض في الحضنة. تمام، فالافضل ان احنا ما نضيفش براويز الا اللي احنا محتاجها، بس مش معنى الكلام دوت ان انا اضيق على الخلية لدرجة ان النحل يقوم ببناء بيوت تطريد، لا انا ما بتكلمش في كده، انا بتكلم خير الامور الوسط، ولا اوسع للنحل قوي ولا اضيق على النحل قوي، ادي للنحل احتياجه فقط. تمام، امر اخر لابد الاشارة ليه ويعتبر خطأ، انا اراه خطأ كارثي بكل ما تحمله الكلمة، نتمنى الاخ يركز معانا في الشيء دوت او الاخت اللي بتتابع معانا. فيه البعض اثناء القيام بتجييش النحل او بتحفيز الملكات بيقدم كميات من التغذية السكرية زيادة عن احتياج الخلية. تمام، واحد بيستمع ليه يقول لي ايه الضرر اخويا محمد؟ الضرر انك انت هتضيق على الملكات. انا واحنا قلنا عندي خلية 5 براويز اللي هي خير الامور الوسط، 5 براويز دي لو هي محتاجة نص لتر من التغذية السكرية كل مثلا 3 ايام، تمام، انا بضيف التغذية ديت او نص لتر ليا هدف، ايه هو الهدف؟ ان النحل هياخد التغذية نص لتر، تحفز الشغالات، شرط الشغالات او النحل يخرج لجمع كمية من حبوب اللقاح، الملكة تضع البيض في البرواز، من ثم البيض يكون يرقات، النحل يقوم مغذي اليرقات ديت سواء بخبز النحل او بالعسل، يبقى انا عندي تقدم. لما اجي ادور انا كنحال على نسبة العسل اللي متخزنة داخل الخلية ال5 براويز، لو لقيت برواز عسل متخزن او بروازين بحد اقصى، خلي بالك فخلية 5 براويز بروازين او برواز مفيش مشكلة، المشكلة عند البعض الاخر للأسف، يعطي تغذية تلاقي الخلية فيها 4 براويز عسل، تمام، وبرواز واحد حضنة. طب اسألك بالله، وطبعا مضغوطة بالنحل، اسألك بالله، الملكة هتضع بيض في اي مكان وانت مال البراويز كلها عسل تغذية؟ ده مش تجييش،
في الحالة ديت انت كده ما بتجيش نحل، لا ده انت نقدر نقول بتضر نحلك، بتضر نحلك، تمام، بتوقف الملكة مش بتحفزها، لان الملكة ما عندهاش مكان تضع البيض فيه، تمام. فبالتالي زي ما احنا قلنا ما اعطيش كمية تغذية تضر النحل، تمام. بالنسبة لأصحابنا أصحاب الخلايا الأجباح البلدية اللي بيتابع معانا واللي بيعمل في الخلايا الأجباح وعاوز يقوم بعملية التحفيز، أنصحك نصيحة لله، أثناء وجود مراعي من حبوب اللقاح الاعتماد الكلي عندك أنت كنحال تقديم تغذية للأجباح البلدية، تمام، من أجل بناء الشمع الطبيعي، أو نقدر نقول من أجل بناء شمع بنى جديد، تمام، وبالتالي الخلية تتقدم وتتطور معاك. حذار تقدم كميات من التغذية عالية عالية، خلي بالك من الجملة دي، لأن لما النحل ينزل بنية أو بنيتين من الشمع الطبيعي أو بنقدر نقول شمع جديد ويترس البنى دوت، يترسه أو يملاه بالتغذية ويوصل لمرحلة إن هو كمان يختمه، يبقى انت هتيجي عليك وقت هتلاقي الجبح البلدي او الخلية البلدية كلها مليانة عسل، كلها مليانة عسل، تمام، ناتج عن التغذية، ومن ثم الملكة نقدر نقول داخل الجبح مع كمية قليلة جدا من النحل، مفيش مكان تضع فيه البيض. بالمناسبة كميات التغذية او العسل الناتج عن التغذية، الحل الوحيد لاستهلاك العسل دوت هو وجود حضنة، صح؟ مين اللي هيأكل العسل اللي موجود داخل الخلية في أثناء فترة التحفيز أو النشاط؟ هو الحضنة، الحضنة اللي هتخرج سواء جبح بلدي أو سواء خلايا براويز أو خلايا حديثة، النحل اللي هيخرج من الحضنة أو النحل صغير السن هو اللي هيخرج يستهلك كمية من العسل. طب لما يكون عندي 3 براويز او 4 براويز عسل وبرواز واحد حضنة، برواز الواحد حضنة ده لما هيخرج الحضنة دي هتستهلك قد ايه؟ تمام، هتستهلك مثلا برواز اقل من برواز، عكس لما يكون عندي ما شاء الله 3 براويز حضنة 4 براويز حضنة، اقول لك اي في الحالة دي الحضنة دي عندها القدرة تستهلك برواز واتنين من العسل، تمام. فنتمنى الأخ النحال يحترس للجزئية الأخيرة دي جيد جدا، تمام. ولو عندك بعض براويز العسل داخل الخلية أزيب من حاجة النحل، أعمل إيه أو أتصرف إزاي في حالة اعتدال الأجواء في حدود 25 درجة مئوية؟ ارفع بعض براويز العسل دي، طبعا ترفعها بدون نحل، ارفع بعض البراويز من العسل استفيد منها أولا. لو عندك بعض تقسيمات في منحلك ادعم التقسيمات ديت ببراويز العسل، دي رقم واحد. لو عندك خلايا فيها كمية حضنة 4 حضنة او 5 براويز حضنة، اعطي الخلايا ديت براويز عسل من دي، ليه؟ لانك هتعطيها وهي هتستفيد منها، تمام. طب ما عندكش الا خلية واحدة او خليتين، اعمل ايه في الحالة ديت بقى اخويا محمد؟ في الحالة دي هتشيل براويز العسل الأزيب من حاجة النحل مع اعتدال الأجواء وتخزنها في المبرد أو التلاجة، تمام، لحد ما تحتاج ليها بعد كده وتستفيد منها. طب أنا شلت بروازين عسل، شلت بروازين عسل من الخلية، أعمل إيه في الحالة دي؟ أنزل براويز مبنية مكانها ولا براويز أساس؟ حسب اللي متاح عندك، تمام، بس يفضل طبعا براويز ممطوطة جاهزة، ما عندكش نزل اساس. طب شلت 2 انزل 2؟ نعم، لو شلت 2 نزل 2، ولكن طبعا شرط اساسي ان يكون في كثافة نحلية في الخلية تغطي البراويز اللي انت شلتها من العسل، تمام، او تغطي البراويز اللي انت هتضيفها مكان البراويز اللي انت رفعتها، تمام. طبعا لما انا بقى اشيل برواز عسل واضيف برواز مبني او برواز اساس، انا بهيئ مكان للملكة ان هي تضع فيه البيض، تمام، وفي نفس الوضع ما بضيقش عليها، ومستمر، خلي بالي الاصدقاء اللي بتتابع معانا، مستمر في تحفيز الخلايا
اللي موجودة عندي بكميات قليلة من التغذية، تمام؟ لأن لابد إن النحل يستشعر والملكة تستشعر بوجود مصدر وارد من الرحيق أو من بديل اللي هو التغذية ليها، على أساس تستمر في وضع البيض، تمام؟ وفي نفس الوقت كميات التغذية اللي أنا بعطيها للنحل بتجعل النحل نقدر نقول يخرج للصروح من الصروح بقوة كبيرة على الأزهار، تمام؟ وبالتالي بيجلب كمية من حبوب اللقاح، تمام؟ نتمنى من أصدقائنا اللي بيتابع معانا يأخذ الأمور دي بعين الاعتبار، يحاول ما يقعش في بعض الأخطاء ديت، تمام؟ حتى لو أخطاء بسيطة، بس في أخطاء لا قدر الله بتكون أخطاء كارثية، تمام؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يا رب يبارك في نحل الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. نكتفي بالقدر دوت، ولو في أي استفسار أو أي سؤال فيما يخص الأمر ده إن شاء الله نكون متواجدين للرد عليه. تحياتنا لجميع الأصدقاء اللي بيتابع معانا ومشكورين شكرا جزيلا.